صراحتي هي مفتاح حياتي، لا أحب المراوغة ولا أحب الكذب، بسيط جدا، عاشق للفن، محب للآخرين، دائما أحب أرسم البسمة على وجوه الناس الكبار والصغار. إحسان دعدوش في برنامج أنا. حياكم الله مشاهدين الكرام، مشاهدي شاشة رشيد الفضائية بحلقة جديدة من برنامج أنا، وضيفي مثل ما عرف عن نفسه أنه هو صاحب المصداقية وصاحب أجمل ابتسامة ويزرع الابتسامة على كل وجوه شعبنا العراقي، الأستاذ إحسان دعدوش. نورتني حبيبي مصطفى، أنا سعيد جدا أن أطل من خلال هذا البرنامج الجميل. شرفتني وأشكرك لتلبية الدعوة. الله يسلمك. راح أبلش وياك بعشر أسئلة سريعة. بيها ترك له كيفك. حاضر. دلل. أخاف من أخاف من من المجهول. ليش يخوفك المجهول؟ اي نعم. أحب في المرأة، أحب في المرأة مصداقيتي. حلو. لقبي المفضل يعني ما يطلقوه عن الناس لو أنا اللقب. أنت اللي تحب تطلق عن نفسك. الطيب. طيبتك وين ودتك؟ أذتني طيبتي، يعني سويت لي مشكلة، بس ما أقدر أغير. يعني أنا تربيت على طيبة وكرم ووضوح، فلذلك أكيد تنعكس على سلوكي. الطيبة اليوم صارت ضعف وعيب. لا ضعف. يعني وين نقطة ضعفك؟ يصورون هم الطيب ضعيف أو غشيم. وصفي بكلمة. وصفي بكلمة. إليك أو إليه؟ إليك العشرة. إليك. وصفي بكلمة. حقاني. الحق عندنا ضايع؟ عند البعض. بالحياة الحق ضايع لو إحنا محامين فاشلين. يعني إذا طالب بالحق أكيد راح تحصل حقوقك، لكن راح تخلق لك أعداء. اليوم كمثل شعبي اللي يحكي صدق طاقيته مزروفة. صح. مثل شعبي قديم عراقي. بس ماكو أجمل من الحق. أغير من؟ أغير يعني هو الغيرة مشروعة. أغير من ال يعني غيرة مو يعني أكو غيرة، ممكن أكو غيرة إيجابية أكو غيرة. أيه. سلبية. يعني عندي غيرة من أنه أقدم الأفضل من النجاح. أغار من النجاح. النجاح يعني النجاح أغار منه حتى أقدم مثله. لا أتنازل عنه. شوف هاي سؤال يعني هو أكيد واحد يعني بس عدنا هنا في واقعنا. قدمنا تنازلات حتى تعيش أنت. تنازلات مو يعني مثل ما تتصورها، تنازلات يعني سلبت حقوقنا، سلب حقي في بعض. ممكن يعني بمعنى أنه ضحيت بأشياء. ضحيت بأشياء في سبيل تمشي المركب. تمشي بالضبط. يعني ما ممكن أحكي لك جواب مثالي. صحيح. لا بعض التنازلات. ولكن هذا هم خطأي أنا يعني. يعني خطأي المفروض ما تقدم تنازلات على مستوى الشخصي يعني في مجال الفني. نعم فاهم. تنازلات من الجانب المادي فقط صارت لك حتى أقدر أمشي أوصل. لأن هناك ناس من إجت لهم على طبق من ذهب، وأكو ناس لا معانا ويلا صاروا. صحيح. وأنا أقول الحمد لله والشكر ما جتي على طبق من ذهب، عانيت هواية. الحمد لله. أقول الحمد لله والشكر. عيبي الكبير. صريح جدا. وين ودتك صراحتك؟ خلقت لي مشاكل. خسرت ناس بسببها؟ اي نعم. لليوم؟ اي لليوم بعض الاشخاص خسرتهم. راح نسولف بهذا الموضوع اكيد بعد ما اكمل وياك الاسئله. اقرب شخص لك؟ اقرب شخص لي زوجتي. الله يخليك يا الله يسلمك. الانسان بصوره عامه هو صندوق من الاسرار مقفل، منو مفتاح اسرارك؟ مفتاح اسراري اخي علي ابو سجاد اللي هو اليوم صديقك. صديق واخويا. الله يخليك اياه.
أحب وأكره في شكلي؟ الكرش. كرشي شوية مسبب لي عقدة. هذا اللي تكرهه. ها؟ تكرهه. إيه أكره يعني أنه كل ما دخلت جيم على مودة قال لي كل عقلك تنزل؟ ما وياك. لازم تترك أكل هواية، وأنت أكيد تحب الأكل. أنا أحب الأكل. يعني استمرت في فترة نظام غذائي لكن كسرته بسبب طبيعة عملنا مثلا. صحيح. وجبات متأخرة مثلا. بس إذا صار عندي إصرار أنزل، لأن نزلت تقريبا 3 كيلوات. أي نقطة ضعفك؟ قلت لك نقطة ضعفي إنه نقطة ضعفي عفوا نقطة ضعفي دمعة طفل. أشوف واحد طفل مهموم ومقهور. نقطة ضعفك اللي تخاف الناس تدوس عليها، يعني اللي يدوسها يا إما يكسرك أو يخسرك. نقطة ضعفي قلت لك يعني تهويدة تروح على جانب الإنساني بشكل كثير، لأنه أنت مغدور إنسانيا. الحمد لله والشكر. يعني أقول اللهم اجعلني مظلوما ولا تجعلني ظالما. عدم فهمي، عدم فهم الآخرين ما أقوله يعني. يعني تحكي الصدق تثق بسرعة. لا سابقا كنت سابقا كنت أثق بكل شيء. بس بعدين من صار عندي يعني خلينا نقول المواقف اللي مريت فيها، مواقف مريت خلتني أعيد حساباتي، خليتك تكسب خبرة أكثر طبعا، وين تزرع الثقة بشكل صحيح. بالضبط. بس أحكي لك بصراحة أستاذ مصطفى، كنت أتعامل بالنية الصادقة لفترات طويلة جلبت لي مشاكل. يعني لحد قبل سنتين عدت حساباتي، من عدت حساباتي شفت نفسي وين، بس متأخر. صحيح. يعني صلحت مع نفسي بس متأخر ودا أدفع ثمنها. كل هذه التفاصيل وأكثر راح نتعرف عليها بعد هذا الفاصل. أستاذ إحسان، لكل امرئ من اسمه نصيب، شنو اللي أخذته واللي كسبته من اسمك؟ الإحسان، وما جازى الإحسان إلا الإحسان. هسه أقول لك إياها، جازوك بالإحسان؟ ناسي محيطي؟ محيطك؟ لا. إيه. ليش دائما أنت هذه البسمة اللي بوجهك هي بداخلك عكس هذه البسمة اللي على وجهك، ودائما تحب تزرع البسمة على وجوه الناس؟ إيه. لكن داخلك عكس الخارج. شوف هذا طبعا أكيد يعني يتبع أنه المجتمع اللي عايش به. هذا مو معنى أنه أنت غير يعني غير فكه بحياتك وكذا، لا لا، بس المواقف اللي شهدناها جاءت متضاربة مع طبيعة عملنا. صحيح. يعني احنا يعني مولع بالفن الكوميدي يعني منذ الطفولة وترجمته بالدراسة وبالفن الحمد لله والشكر، بس محيطي عكس هذا. ما أنا مستغرب رغم أنه يعني محب للحياة آني، لكن الناس اللي خالطناهم رادوا يغيرون نفسيتي، إلا نفسيتي باتجاه عملي لا واحد. فقدرت رغم الألم أنه أعزل ما بين همومي اليومية وعطائي الكوميدي بالفن. حلو. وهي معادلة جدا صعبة. طبعا صعبة. هو صح يقول لك هناك مقولة يقول لك الإنسان الكئيب هو من يكون دائما يكون إنسان ضحك حتى يعوض. لا أنا مو من هذا النوع. والدليل هسه إذا طبعا ياك بنص جاد أقدر أقلبه كوميدي، ما له علاقة، هي هاي مهارة. لكن وضعك كإنسان أنت المفروض تقول شلون قدرت تتوفق ما بين واقع الحياة المر وما بين فنك. صح. وهذا طبعا جدا متعب. معادلة صعبة. معادلة صعبة. وهو لذلك الفنان على وجه الخصوص عرضة للجلطات والأمراض. ليش؟ لأن يتعامل بالمشاعر. صح. ضغوطات نفسية. ضغوطات نفسية جدا. صحيح. بس الحمد لله والشكر قدرنا نوفق. يعني أنا بداخل بيتي عصبي زائدا كوميدي. سيد بلا شلون جماعة؟ حلو. اي يعني يكون في اليوم تخالطهم يشوفني عصبي اوكي كأب،
بس مرات لازم أزرع يعني هي بداخلي. حلو. بالبداية قلت لي عن موضوع أنه سابقاً أنه تتعامل بثقة ويا الناس. اليوم الدنيا لو انطتك فرصة تكتب تاريخ حياتك من جديد، راح تكتب تاريخك باللحظة اللي عشتها لو بشكل جديد؟ لا بشكل جديد، لأن ما ممكن أكرر أخطاء الماضي. يعني مثل واحد مسودة عنده ويريد ينقلها إلى الوورد بالحاسبة، يصفي. مستحيل أعيد أو أرخ الجوانب المظلمة، خلينا نقول، والحزينة. الصديق وقت الضيق. عمره ما كان وياك هذا المثل صحيح؟ بالفترة الأخيرة صارت. أي بالفترة الأخيرة قلت لك، يعني خلال السنتين الثلاثة الأخيرة لقيت صديق طيب عوضني خسارات الأصدقاء السابقة أو آلامهم بشكل عام، سواء بالفن أو خارج الفن. نعم. تعرف أنت مشوارك الوظيفي أيضا هم بناس طيبين. طبعا أكيد. بيهم الطيبين وبيهم اللي ممكن يحاول أنه يأذيك، بس أنت بعد خلاص. ليش أحسك مجروح؟ وأحسك مهموم؟ شوف يعني مصطفى، يعني هذا البرنامج اسمه أنا، فمستحيل تزور الجانب الشخصي للفنان والإنساني اللي موجود عندك. بالضبط، لأن أنت أولاً شوف، الفنان الكوميدي على وجه الخصوص أقرب إلى الناس. صحيح. وممكن كل شيء يبين عليك شو وقت تمثل وشو وقت واقعك. إحنا واقعنا للأسف، أنا مو الكل طبعاً، الكل يعني الغالبية يكون لك احترام ويقدرك كشخص ويقدرك كفنان. صحيح. بس المتلونين يحاول أنه يبين لك أنه هو صادق وياك بمشاعره وبتعامله وياك، بس الواقع غير شكل. الواقع غير شكل. لذلك لذلك أنه أنت من تستذكر الجوانب تنقهر. صح. فهي سحنة على الوجه، يعني أنا أكذب عليك أقول لك والله أنا كلش فرحان، ما له علاقة. بس يجي يوم أنت منشرح ويجي يوم أنت متكئب. بالسيارة أنا أتفائل يعني دائما، أنه أفتح قرآن حتى أرتخي أعصابي. إذا كنت أتنشن بالسيارة، القرآن كلش أرتاح. والصباحيات فيروز ما نستغني عنها، أكيد تعدل مزاجك. مرات أنت بالسيارة حتى تروح للدواماتك، مثلا بالدواماتك تندقر، تقول أنه أنت رايح مرتاح، رايح متفائل. فعلينا أنه نتكيف. بس إحنا الفنان حساس جدا. صح. يعني ما تتأثر وين ينقل على أدائك، على شغلك. صحيح. فعملية ليست بالسهلة. استغفال صعب؟ استغفلت أكثر من مرة. ليش؟ هم يصورون أنهم أذكياء. وأكو مثل يقول لا تسلم الجرة، يعني كل مرة. يعني اللي حاول يستغفلك مرة مرتين من ينكشف بعد خلاص. استغفال مادي لو استغفال لا استغفال مو بس مادي، استغفال يعني بطريقة التعامل أيضا. يعني حاول أنه يبين لك أنه هو صادق بكلامه وكذا، بس هو لا. وكثيرين طبعا، كثيرين. بس احنا نقول نعمة النسيان مرات كلش مفيدة. صحيح. يعني ما نوقف يوم هاي النقطة، والدليل هاي الإنجازات الكبيرة الحمد لله والشكر أنه عوضت أو أنستني. ترى العمل هو يعني العمل يبدد الأحزان، شغلك. صح. يبدد الأحزان، واللي باوع وراه ما يطلع لي قدامه. بالضبط. فهسه شوف مرات الشخص اللي ما عنده شغل مكتئب ويتمرض، بينما حاله نفسيه بس اللي يشتغل ينسى يتناسى. فالحمد لله والشكر نقول الله رازقنا الحمد لله في مجالنا وعملنا وما تباوع لي ورا. بعدين احنا اباء، انت ما ممكن يعني تعكس هذه الحاله عليهم. تعكس، بالعكس لازم تصير قدوه لابنائك واللي عشته تغير بهم. اي طبعا طبعا. صحيح. الحمد لله. يعني من اليوم الافضل ان نتعلم منه شهاده الماجستير لو شهاده الحياه؟ شوف، شهادة الماجستير أو الدكتوراه هي شهادة علمية، بس شهادة الحياة
لا تقل أهمية عن الشهادة العلمية. تكاد تكون الشهادة أكثر؟ الشهادة الحياة. إيش علمتك الحياة؟ الحياة علمتني حب الانتماء، حب لعائلتي، حب لعملي، حب لأصدقائي. حبك لأصدقائك. أي طبعا. حب أصدقائك لك موجود؟ موجود، شفته بعيون الكثيرين. وأنا راح أقول لك تصريح يعني جوز خطر جدا. اللي هو؟ يعني حب الناس الخارج الوسط الفني لقيته أكثر. ما أعرف يعني تفسيري. ليش النفاق محصور بالوسط؟ ما أعرف يعني هو هذا موجود بكل دول العالم بس. عندنا بلدنا أخذ حيز كبير. يعني تشوفه أنه يقعد وياك وصديقك وفنان ومتواصلين بس تطي ظهرك. يعني أنا شلون سويت مجسات، سويت إحنا تعرف بدراسات نسوي فشي فعلي حتى نشوف نتائجه. أو ممكن يصيد منك فشي معين لشخص معين حتى يوصل الهيا وتخسره. إيه. يعني يصعد على أكتاف غيره. أنا شلون شفت حب يعني الغالبية أكثر من الوسط. الوسط أنزل بوستات أو أنزل مقاطع فنية أو كذا، الغالبية من الأصدقاء والمقيمين برا والناس هم اللي يعلقون وكذا. وفنانين احنا عندنا بال 600 فنان. يعني اذا اقول لك يمكن يعلقون 11 منهم يقول حسان ده يبالغ. ليش؟ فمرات اقول مو مشكله، مع العلم تدا شو تدخل صفحتي وتشوف الناجح ابارك له، اللي متوفي ترحم له. يعني اتواصل اني يعني وانت ابو وما عندي انت ابو التعليقات. اني ما عندي ادمن حتى لا من انستغرام. انا انا بشخصي صحيح. لذلك احافظ على ناسي واتواصل وياهم. بس احنا نقول الفنان لازم يتخلى من العقد. يعني شخص ما عنده فرصه وشخص عنده فرصه لازم اني هذا احقد عليه؟ لا. عندهم نرجسيه؟ بعض الفنانين عندهم نرجسيه. منو اصدقائك من الوسط اليوم؟ ولا واني ادري ماكو. ها؟ ولا واني ادري ماكو. لا لا ينعدون على صابع. ينعدون على صابع يعني من اصدقائي كثيرين. اللي هم يعني من اللي رحلوا الراحلة الكبيرة أمل طاها، كانت مثابة أختي وأستاذتي. الله يرحمها. والراحل الفنان الكبير راسم الجميلي، وحاضرا الآن طولت العمر إلى أستاذ محمد حسين الرحيم، فنان كبير يطول عمره، كان ضيفي يعني أستاذي وتعلمنا من عنده الكثير، وإلي فخر أنه مثلنا سوى العام الماضي. أثنى عليك بالحلقة. الحمد لله والشكر. يعني هي تربطني صداقة حلوة بين أصدقائي، يعني هواية يعني الفنان عددهم يقول لك ليش ما عدد فلان. يعني من ذكرت بحلقة أستاذ محمد حسين عبد الرحيم نجوم الكوميديا قال مسار وخط حسان دعدوش اللي يشتغله أنا أحبه وصحيح. الحمد لله والشكر. إحنا ما زلت أنا طالب فن بالمناسبة يعني. يعني وما أريد أوقف يوم نهاية. نعم. يعني هو ما له علاقة بالعمر، حتى وإن كنت أنت يعني عبد المنعم مدبولي لآخر رمق في حياته هو كان يمثل كوميديا. صحيح. فهي ما لها علاقه بالعمر، بالروحيه والاداء وحبك لفنك. فما زلت طالب فن واحب اتعلم بالمناسبه. انا حتى في اكثر من لقاء، الطفل اذا قال كلمه ممكن اوظف هاي الكلمه في مشهد كوميدي. احب التقط. هو حلو. الفنان عنده مجسات. يلتقط ولكن ليس حرفيا ما ينقل بالشارع. بالضبط. ما انقل جمله بذيئه حتى ازيد شعبيتي، ما عندي هذا المبدا. لا، انا صيغه ضمن اطار فني. اليوم عندنا كوميديا بذيئه؟ اي للاسف البعض. اي احنا واجبنا الان يعني استاذ مصطفى صارت مهمه احنا حتى نكمل مسيره ما تركوه الرواد، احنا استكمالا لهم. لذلك احنا في مشكوره طبعا قناه الرشيد سوت برنامج فريد من نوعه. انه كل القنوات تسوي مسابقات للمطربين والغناء، سوت برنامج على وجه الخصوص وتعتبر الرياده لها، برنامج اسمه كوميدي ستار متخصص بالفن الكوميدي. كوميدي. واثمر هذا البرنامج بناس جيدين. الان هو واحد من نجوم الكوميديا محمد قاسم البصري طلع من برنامجنا. صحيح. من قناه الرشيد. صح. وهو يشيد بهاي التجربة، وأيضا يوسف صلاح الدين، وأيضا يعني من البصرة هم. فهذه المبادرات، هذه الورشة الجميلة تخلينا نتهيئ ونهيئ كادر حتى يكمل مسيرتنا، مثل ما احنا أخذنا نكمل مسيرة روادنا
لازم أكو وراك جيل. صحيح. جيل لأن هذا الفن مسؤولية. على خطى النجوم. مسؤولية اليوم الفن الكوميدي مسؤولية. مسؤولية. إنه أي كلمة تحسب لازم. ليش فن الكاريكاتير تشوفه يوجز لك صفحة كاملة إذا مقالة يوجزها برسم صغير. والكوميديا تعالج هواي أمور. طبعاً. حتى كانت أمور سياسية. طبعاً. أحسان أستاذ أحسان دعوش اليوم. أداة ردع ممكن أصل أداة تصحيح الكوميديا. صح. أستاذ أحسان اليوم شخص مادي أنت؟ لا. تفرض أجر؟ راح أقول لك الصراحة. بعد الأربع سنوات اللي مرت الأربع سنوات. الأخيرة. وأنت صاعد. قمت أشرط. وهي من حقي المفروض من البداية لكن طيبتي وحسن النية والاستخفال اللي قلنا عليه والاستخفال بالضبط هذا واحد وصلني إلى مرحلة وهذا أتحمله أنا أتحمله أنا لذلك قلت لك يعني أكو بالماضي سلوكيات أنا كنت ما بحسن النية أتعامل فاهمك فبس المقابل استغل هاي الطيبة ومرر أهدافه وأغراضه الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر على موضوع الأجور لؤي أحمد كان ضيفي فنان مهم إلي. النجم لؤي أحمد فنان مهم وجه لك رسالة وقال إحسان أوف الفلوس ولا تطلب أجر مادي عالي ومن خابرك تجيني ومن أطلبك تجيني حلو طبعاً هو فنان كبير وعملنا سوى في سوريا كل الاحترام والتقدير إليه أني يسعدني العمل وياه وفي بعض المرات صارحته قلت له أنت فنان مهم لكن جاتي فترة صار بها كسول يعني ما راد يقدم شيء وأعتقد كان يجوز هم أحد الجوانب المادية يجوز كان الأجر اللي طلبه مثلاً ما يتناسب ويا العروض اللي تقدم يقول أني سابقاً كنت أغلى نجم بالعراق صح صح وأعلى أجر أخذ بالعراق أنا صحيح ما أعتقد يعني ما أعرف شنو السر اللي صار عنده ركود هاي الخمس سنوات أو الست سنوات الأخيرة قبل البرنامج حكينا بموضوع الحظ الحظ قلت لك يحال في الحظ ولكن الإنسان عنده مجسات ممكن يتعامل مع الوضع الآن يعني مثلا أنت طلبت اليوم 6000 دولار من تصير خمسة مو ذاك الفرق مو ذاك الفرق صحيح. على سبيل المثال إذا أنت عندك النية تشتغل أما لا تريد عمل ما تشتغل به فممكن تطلب أسعار خيالية حتى ما تجي به حتى وهذا ما صار وياي بالمناسبة ما صار وياي فاهمة صار وياي بالمسرح عرض علي أجر جيد جدا مقابل أنه كم يوم وبطل يعني هم قالوا لي إحنا رأينا قد شهر والله خاي النعمة صادق ما قبلت ليش لأن وصلنا مرحلة الآن صح الفلوس إحنا بحاجتها ولكن مو على سبيل على حساب عفوا نفسك وفنك اليوم أنا مراقب من قبل الناس كلها لازم تتقدم فن جيد فيمكن هاي النصيحة اللي قالها الصديق والأخ لؤي أحمد أيضا هو يشترك بيها لأن هو كان بالبداية هم كان يطلب أجر والآن أنت لازم تطلب أجر لأن أنت حتى تأخذ حقك تقدم فلذلك سيستم القنوات الفضائية بعدهم هذا الرنج مال قبل خمس سنوات الفنان اليوم همينا قاعد حسد عيشة على غيره البعض إيه أكيد أنا ما أحكي بال البعض ممكن ها بس الإنسان يعني بس الإنسان الضعيف والله فلان دا يكرف ما تسأل أنت شقد أخذ أجر فلان وياك بالعمل لا ما أسأل يهمك تعرف لو ما يهمك لا مو ما يهمني أعرف بس بعدين عرفت إنه ورا ما يخلص عمل مثلاً يا بنت وين وذاك وين انت عرفت شيء تنقهر بس هذا الشيء يمكن اللي قلته قبل شوي عذرا خلاك اليوم تطلب اجر اسوة بالموجودين ورفضت هواي اعمال رفضت هواي اعمال لان همينا كلام وياك اي معين وغيري صح فبعدين مين كشف الصدق تقول ليش بدك تعمل وياي خذ عمل تنقهر بشكل صريح الواقع اليوم يسالك كلبشاتك اليوم بإيد منو؟ كلبشاتي مقيد؟ بإيد منو؟ ما مقيد أنا أنت مقيد منو؟ يعني
من عائلتي مثلا لو من ناسي ممكن عائلتك ما مقيد ناسي. لا ماكو تقييد. والدليل بنتي طالبة تشكيل ثاني كلية قسم التشكيل جرافيك الله يحفظها، والثانية قسم الموسيقى عازفة بيانو. حلو. اي يعني ما فما مقيد اذا على وجه الخصوص من ناحية الفن. بالوجه العام بالوجه العام ما عندي قيود. قيود ناحية الالتزام الاخلاقي والتعامل مع الناس طبعا اكو قيود بيتية انا محافظ عليها. شو كنت الناس يكونون قيود الحياة احسان دادوش؟ من يشوفون اتجاوز يقيدوني، من يشوف اتجاوز على ناسي واقدم فن رخيص من حقهم يقيدوني يقولوا لي اوقف، لان انا مو ملك نفسي ملك الناس. صحيح. اليوم الفن اللي عندنا بعض منه مو انا مدى احكي بالاجماع بي فن رخيص بي من اجل الارتزاق المادي. لو نعرض عليك اجر خيالي بعمل رخيص تنزل؟ ما راح اقول لك اني مثالي ارفضه. ليش؟ لان الناس نفسهم خلونا في معيار وصار لي جمهور ثابت من فضل الله ينتظرني. يعني هسه الناس استاذ ليش مختفي؟ ليش مختفي؟ انا صار عقد ويا القناه اللي اشتغل بيها اللي هي MBC العراق. نعم. صار بها التزام يعني اخلاقي قبل ما يكون يعني التزام أمور قانوني وعمل وهاي الامور. اي التزام اخلاقي وخصوصيه العمل. فما ممكن يعني انه يعني قيدتني. اوكي قيدتني لكن قدموني صح وعوضوني ما اخذه في الاعمال الاخرى. قدموك صح. الشرقيه ظلمتك وما قدمتك صح؟ لا ايضا قدمتني. قدمتني بس منو اللي قدمك افضل؟ لا الشرقيه لو MBC العراق. لا شوف مو انت الفتره اللي انا ما احكي انه كقناه، انه كشخص يعني كمخرج التزم وياي بعقد طويل الامد MBC العراق. نعم. وحصرا اسامه الشرقي تحياتي انه بالشرقيه من عملنا. وايضا عملت مع المخرج علي عباس في نشره غسيل لكن عمل واحد. عملت مع مهند ابو خمره ايضا على الشرقيه. الشرقيه قدمتنا صح. هم قدمنا فن حلو. وهاي المحطه محطه مهمه لكن انت من حقك تعدل وضعك وتعدل اجرك. التطور حلو. التطور حلو. فبالتالي من يعني من ما يقدم لك عرض اخر هو مو تبقى انه مكتوف الايدي، ان يجيك عرض اخر جيد ممكن تضحي. هو العمل الفن بتضحيه لكن احنا مشروع عمل لكل القنوات يعني ما نرفض. يعني اذا كان اعلان او كان كارتون او كان مثلا تقديم برامج ما يتضارب ويا نوع العمل اللي يقدمه بالقناه MBC. بمسيره حياتك الفنيه شو وقت ترفع لافته مكتوب عليها لا اتصالح مع؟ يعني لا اتصالح مع المنافق. اريد شخص ما تتصالح وياه. يعني قلت لك المنافق هاي تحت هذه العباره هوايكم منافقين. الله يبعدنا من المنافقين. زين من هو الشخص اللي بحياتك اللي ما تتصالح وياه؟ اريد اسم. راح تحاول تحقيق مصطفى. اريد شخص واحد ما تتصالح وياه. لا شوف انا يعني مو لهالدرجه قاسي. يعني اكو هيك شخص. ها؟ اكو هيك شخص. هو اكو هيك شخص بس مو لهالدرجه القساوه يعني انه خلص ممكن انت تقول فتره وتغادر مثل اللي يعني شلون مكان تغيره او تشيل من بيت. إيه من اليوم نجوم الكوميديا الاوائل؟ شوف انت قلت من الكوميديا نجوم الكوميديا الاوائل هواية اكو نجوم. ثلاث اسماء اريد. اي مو انت شوف الاوائل مرات يجي واحد شخص فنان نجم ما طالع مواسم خمس سنوات كان اول مثلا. مو هي ماكو اول ما يثبت. وجهه نظرك انت يعني بس ممثلين كوميديان موجودين جيد جدا. يعني عندك اياد راضي الفنان اياد راضي تحياتنا الى نجم. لؤي احمد نجم ايضا مهم. خضير ابو العباس. يعني اسماء ذولي رنا. ماجد ياسين فنان نجم مهم. وصلت الماجد ياسين. انا ردت ماجد ياسين. اي نعم.
ماجد ياسين ذكر وقال ماكو نجوم كوميديا غيري وغير عبد الرحمن المرشدي وغير اياد راضي. انطيته اسماء اللي من ضمنهم انت عادي. قال لا لا لا، قال لي بس قل لي الاوائل الثلاثه اللي احنا اعلى اجر واللي احنا مطلوبين اعلان باعلانات، مطلوبين بمسرح، مطلوبين بشاشه التلفزيون، مطلوبين بالقنوات. اي نعم. اني اياد راضي وعبد الرحمن المرشدي. قالوا اروح واقعد رجل على رجل واطلب الاجر اللي اريده لان اني ماجد ياسين. يعني كل واحد له وجهه نظره. انا قلت ما احسه اني كحسان دعدوش ومسؤول عن كلامي. فنانين اللي ذكرتهم فنانين مهمين، ولا ابخل الفنان زميل الدراسه الفنان قاسم السيد، فنان ذكرنا ايضا ونجم كوميدي مهم. لكن مرات ظروف الفنان. علي داخل شيخ الكوميديا. علي داخل ايضا، جاسم شرف، عندنا كثيرين هواي اسماء. علي فرحان هم خوش ممثل، شويه التزم مع نفسه شويه. لو احمد هم ذكر هذا الموضوع، قال شويه التزم. اي يعني عندنا فنانين جيدين. ناهي مهدي ايضا فنان مهم. قلت لك عندنا فنانين، ولكن مرات الفرصه الفنيه تبعد الفنان او ما تخليه يلتحق بركب الموجه الجديده او خلينا نقول التطور. يعني مرات ما يحالف الحظ. خضير ابو العباس فنان مهم. يعني ماجد ياسين وجهه نظره صحيحه لو مقتصره على شخصيته؟ لا شوف، حتى ما نتبنى اراء، كل شخص له اراءه. انا حكيت بمهنيه. يعني هوايه كوميديان مثلا يعني واعي لما يقدمه. بس اكو فنانين جماهيريين، قلت لك مثل ما ذكرت ماجد ياسين فنان جماهيري يعني ما تقدر تستغني عنه، بطل ما ابطال المسرح والتلفزيون يعني. رصيدك اليوم فلوس لو متاعب؟ عفوا سؤال؟ رصيدك اليوم فلوس لو متاعب؟ لا والله متاعب. لان مشوار مهم ومشوار متعب، وخاصه هسه في السنين الاخيره بين الدراسه دا ادرس على الدكتوراه وبين الفن، فالجمع بيناتهم ومع الجانب الوظيفي شويه متعب. لكن هي رهمتي والله دائما يوفقنا ان شاء الله. احسان اليوم كبريت الفن شو كنت حرقت نفسك؟ اخذها قاعده مني ومدى الحياه وجهه نظري انا. ما يحترق اي فنان، ما يحترق. يحترق من يقدم فن مبتذل. بس الفنان شعله، شلون المعلم شمعة تحترق في طريق الأجيال، كذلك الفنان يقدم أقصى ما عنده وما يحترق، يذوب بس ما يحترق. الفنان لحظات حسابه غير لحظة حساب الإنسان العادي. نعم. شلون تحاسب نفسك اليوم؟ أحاسب نفسي طبعا. الفنان المعروف والمرئي سواء كان يعني فنان مطرب او نحات. نعم. او الفن بكل اختصاصاته، لكن على وجه الخصوص المطرب والممثل، لان هذا تماس مع الناس بشكل مباشر. نعم. ممكن الفنان نحات يحكي لك لوحه تحكي، صحيح، او الملحن اللحني، بس الغناء والتمثيل شيء واقعي يعني، شيء ملموس وشيء تماس مع المشاهد. فمسؤوليه. هي فاقد وطنك اليوم؟ لا، الوطن موجود. انتماء الوطني موجود. لازم تضافر مع بعضنا يأكد وجودنا في هذا البلد. الوطن موجود. وطنك الأول ما فاقده اليوم؟ هو مين فقد الوطن؟ وطنك الأول اللي هي والدتك. وطني الأول طبعا هم موجودة، فقدته بس روحها حاضرة ويانا. احنا ما استمدينا عزيمتنا منين؟ من الأب والأم. أكيد ذكراها موجود. الوطن صح أم، بس أنت شقين قلت لي الوطن. احنا كنا عندنا وطننا الأول اللي هي أمنا. طبعا أكيد هي اللي ربينا بأحشائها. ايه. أكيد هذا الوطن الأول. ايه. وبالتالي وطننا اللي انولدنا، الوطن اللي انولدنا به. أنت قلت لي أنا وقفت لحظات، لأن وطن ما يمر به الآن حزين عليه. وإن شاء الله يا رب الوطن متعافى بشبابه وناسه يعني. الحذر يجيب خوف وقلق؟ أكيد. من شنو حذر اليوم؟ قلت لك حذر يعني من المخاطر والمجهول. من شنو تقلق؟
أقلق من استجابة الآخرين لفني. نجحت، حلو العمل، مو حلو، ضعيف، هاي الخلجات هي اللي أنا تنتابني. راضي عن نفسك اليوم؟ الحمد لله والشكر. بالفن؟ بالفن الحمد لله والشكر. متصالح ويا حالك؟ متصالح ويا حالي. شو قد نسبة التصالح بينك وبين نفسك؟ تقريبا 75. والنسبة الباقية ليش مزعلتك؟ مزعلتي لأن مقصر. مقصر يعني. النسبة الباقية تكون هي الحافز. اي. حتى تستمر بهذا النجاح؟ أكيد. شوف أنا مقصر بحق عائلتي أيضا يعني بسبب انشغالي بعملي. فمرات يعني هم يعذروني ومرات ما يعذروني. فمرات يعني أنحرم من الأجواء العائلية والطلعة وياهم وخاصة مع الأقرباء بحكم عملنا سفر وتصوير وقلق وتجي نهاية الليل إذا كنت في بغداد وإذا كنت مسافر فمع عائلتي بس مرات أعوضهم قدر الإمكان. هم عرفوا يعني منهم صغار عرفوا إنه هذا طبيعة عملي. شو وقت قلت إحسان نصي صوتك ومشيت بصف الحائط وقلت هذا مو وقت مواجهة؟ أنا صوتي ناصي من زمان ولحد الآن وأمشي ويا الحائط. شو كنت قلت هذا مو وقت مواجهة؟ دائما أقول. ليش ما تواجه؟ المواجهة تسبب لك متاعب. مو راح تنظلم؟ أي. أنا مظلوم يعني. يعني. بس الله ناصرنا. يعني الله اليوم الله. اليوم أي قلم يكتب سيناريو حياتك؟ الظالم أو المظلوم؟ القلم اللي يكتب؟ لا المظلوم. وراح تبقى هيك مظلوم وراضي على الظلم اللي انت بيه؟ شوف يعني شلون اقول لك؟ نعوف قضاء وقدرنا الى الله سبحانه وتعالى. يعني الله هو الى متى؟ الى متى؟ والناس تظل تستغفل هذا الانسان يعني عذرا المفرد انا جدا اسف. اكيد اكيد. يعني واقعنا والمطلق العام من يشوفوني شخص يقول لك يا معود انا مغفل يمشي عليه كل شيء. اي مستحيل. ما قلت لك الفتره الاخيره وضحت لي هواي الصور، كانت هناك غشاوه لسنوات طويله وتفاجات بهذا التصرف. فلا اشتكيت لا عاتبت لا كذا، خلاص يعني اكو مفترق طرق منه ومنه يعني كل من بطريقة. يعني ابدا يعني حتى بغيابهم ما حكيت، فاقول الحمد لله والشكر. لعبت جوكر بحياته هواي ناس؟ يعني شنو تقصد من الجوكر؟ يعني كنت انت سبب بنجاحهم، سبب دخولهم الوسط، ساعدت هواي ناس. الحمد لله وشكر. شعاري مساعدة الناس، شعاري. وان شاء الله الناس اللي يشوفون اللقاء يقولون اي صحيح. من اللي وعيب اقوله يعني. من الجوكر اليوم بحياتك اللي ما تنسى نهائيا اذا كان متفضل عليك بالوسط والى اخره؟ يعني الفنان الراحل راسم جميلي، هو رسم خارطه طريقي عندما شكل فرقه للشباب من الفنانين اللي تخرجنا بعد ما تخرجنا من المعتم الجميله، فرسم لي خارطه الطريق بفسح لي أن أمثل وياه ونصائحه من أول عمل، من أول مشهدين مثلت وياه أنا أتذكره كل زين. قال لي دير بالك على نفسك، أنت رح تصير. بس أنت رح تصير شنو ما أعرف، ظليت أواظب. فيعني هو صاحب الفضل، عنده فراسة كانت بيك بالضبط. وصار تحدي مع نفسي حتى أصير. أنا عندي تحدي مع نفسي هواية. جتي ايام شلون البركه يعني المي بركه راكده ركود. جتي فتره طويله ردت انفذ ماكو، ردت انفذ ماكو. لكن بعض المخرجين هو من طلع الطاقه اللي بداخلك وقدمها بشكل جيد. انا عندي مخزون وخلى هذا المي الراكد ينزل شلال بالفن والنجاح. بالضبط. مرات اكو مخرج ما يطلع دواخلك، يطلع ضمن السيناريو الموجود بالعمل، يحصرك. اي بالضبط. يعني هو حدود الدور هيك او حدود المشاركه بالعمل هذا. نعم. فقلت ما يخالف. واصلت اعمال بسيطه ما كانت تطلع طاقتي من اجل الاستمراريه. لكن بعد هذا العمر انه بعد واحد يختار له
مسيرة حياتك الفنية أو الشخصية، شنو الملف اللي شمعت عليه بالشمع الأحمر وكتبت عليه سري للغاية؟ شنو عنوان اليوم؟ الثقة. الثقة شمعها بالشمع الأحمر. صعب أن أثق اليوم بأي شخص؟ بعد ما ثقيت يعني نتيجة يعني شلون التجارب المرت فهسه ثقة أحط عليها كروز. أنت انسحبت من كل الصداقات واليوم صديقك الوحيد اللي هو أخوك. إي نعم. اللي هو بعيد عن الوسط الفني، اللي تستشيره واللي تأخذ رأيه بهواية طبعا أمور. رغم أنه أصغر من عندي أصغر منك، هو الصديق الوحيد اللي بحياتك اليوم. هذه الأشياء اللي جيتها بأخوك الله يحفظه ويديم عليكم، هذه المحبة والخوة يا رب إن شاء الله، ما موجودة عندنا بالوسط الفني؟ لو بس موجود فقط التنكيل أو فقط أنه لا شوف يهبط من معنويات المقابل، يعني من صارت تجارب أنا يعني واحد من الأسباب اللي خلتني ما يعني أنا بالتربية مشرف وزارة التربية الأنشطة المدرسية، كان ممكن أنقل فايلي من 2000 إلى سينما المسرح، لكن أنا ما أحب أنه يكون هناك وجع راس، فظليت في مجالي بالتربية لكن أقدم فن، قناعة ويا نفسي أنه قلت راح أتعب، فبعيد عن محيط الفن يعني مو يعني بعيد عنهم. شو وقت اكتشفت أنه هو صديقك؟ يا صديق أخوك منذ الطفولة إحنا أصدقاء، وكان وياي مشوار الفني بدأ وياي، فصار هو مستشاري الفني وياي يعني لفترة طويلة يعني ولحد الآن، لكن عمله هو بوزارة النفط شوية خلاه يبتعد عني، لكن طيلة مسيرة الفنية وصندوق أسراري هو أخويا علي. وبالسنين الأخيرة 3 سنوات الأخيرة اكتسبت صديق طيب القلب محب إلي هو اسمه هيثم السعدي، تحياتنا صديقي إلي. على فكرة ست فوزية حسن أيضا تحياتنا إلي، كانت ضيفة وأثنت على عملك وعلى اسمك. الحمد لله والشكر، أيضا فنانة كبيرة والشرف أنه أمثل وياهم. فنانة فوزية حسن فنانة كبيرة معطاءة، يعني رمز من رموز الدراما العراقية. صحيح. وكنا بعيدين بالعمل لكن جمعنا العام في عمل حامض حلو، وهي علامة مضيئة في سجل الفني يعني. صح. الحمد لله والشكر. بالوسط الفني شخص من الرواد أو من الموجودين تقول من الرواد، خلنا أخذ حتى لنفوت بما تقول هذا كرسي مستحيل أحد يتقرب له بمجال الكوميديا العراقية، كرسي تقول ما حد يوصل له ولا أحد يكون خليفته بالوسط، كرسي الكوميديا فنان تقول هذا الفنان هو كرسي مستحيل أحد راح يكون على هذا الكرسي غيره أو يأخذ مسيرته الفنية من بعده. مو هذا، شوف هذا السؤال مطلق يعني من الرواد وجهة نظرك أنت. أي الفنان الكبير محمد حسين عبد الرحيم. تحياتنا إله. أي تحياتنا إله أبو محمد، لأنه إحنا من وعينا على الدنيا وشفنا العمالقة، هو أكيد امتداد لي الفنان الراحل سليم البصري والفنان الكبير حمود الحارثي، تحياتنا إلى أنا دائما أقول يعني أقول سؤال حمود الحارثي ما زال أحد يرزق وطولة العمر إليه، لكن المفروض يستمر ما يتعكز على فقط حمودي. صحيح. أو عبوسي عفوا، قلنا إحنا الاستمرارية مطلوبة والتجدد مطلوب، يعني كان ممكن يستمر بس ما أعرف ظروف الصحية ظروف الشخصية، لأن هو عبوسي أيقونة صارت بالكوميديا فترة السبعينات يعني. أكيد ثنائي مع الراحل سليم البصري حج راضي وسهام السبتي طولة العمر إلها إن شاء الله. فهو سؤالك مطلق، مو هو هذا الكرسي يجي من يفهم الكوميديا ما معنى ما معنى الفن وما معنى الفن الكوميدي. يعني هذا كرسي مو وظيفي،
يعني مو وظيفة إنه. أنت قبل شوي قلت شيء حلو عجبني، قلت الواعي. إيه الممثل الواعي هو حتى بشكل عام الإنسان الواعي تشوفه. عجبك هي الكوميديا مو إنه أنا أقف قدام كاميرا وأعطي نكتة وتحشيشة وأضحك الناس. لا مستحيل. لا. شوف النكتة أوصلها بالشكل الصحيح. بالضبط النكتة واحدة من المقومات أنا بتروحتي. كوميديا. بتروحتي إن شاء الله بالتاسع. إن شاء الله. الفاعل الكوميدي والحدث الدرامي في الوسيط السينماتوغرافي. الفاعل الكوميدي. يعني من شلون تفعل الكوميديا؟ من تجي تشرحها انواع الكوميديا وخصائص الكوميديا، واحده من خصائص الكوميديا انه الكوميديا ومفصل عفوا النكته النكته مفصل من مفاصل الكوميديا. صح. انه مستحيل انت نقطه ببحر من الكوميديا. يعني واحده من مقوماتها اكو بعض الفنانين يجيد فن النكته لكن ما يجيد تقديمها. صح. يعني هسه بالمقاهي تشوف واحد يحكي لك نكات يخربك ضحك، تجيبه بالمسرح او صعد بالتلفزيون تشوف بالتلفزيون او على خشبه مسرح، اذا هو منكت وليس ممثل. صح. فالتمثيل غير التنكيت اللي يجمع بين الاثنين. اي لازم بس هي واحده من مقومات الكوميديا سوء الفهم والنكته والموقف. حلو. الكوميديا السوداء كلها انواع من انواع الكوميديا. اريد ويا كامرتك تنطيني ثلاث نصائح لثلاث فنانين. انا ما مخول نصيحه بالفن. اه اوكي. ثلاث نصائح لثلاث شخصيات فنية. ما أريد أسميهم. لازم نسمي الضيوف يسموا. ها؟ الضيوف كلهم سموا. تريد أساعدك كان يقول اسمه؟ لا مو أنا شوف يعني محب لكل أصدقائي ما عندي عداوة ويا أي أحد. إحنا لأن شو يعني فد نصيحة أو وصية بالفن. يعني ما ادري البقيه نصحوني يعني جابوا اسمي اللي هو احمد اول شخص نصحك وجه لك نصيحتي يعني بمحبه كبيره الى الفنان صديق لؤي احمد. لؤي نصيحتي لك يعني ونصيحه صديق انه عدم ابقائك على الاداء الريفي. نصيحه. نصيحة إلى بعد أو مو نصيحة تدريد النصيحة نصيحة توجهها وكلام توجهها نصيحة إلى والله بصراحة أنت تحرجني هيش يعني هي نصيحة أني ما زلت وجه لك كلام للعاملين في مجال الكوميديا بالإجماع بالإجماع للعاملين في مجال الكوميديا عدم التسرع في قبول أي عمل. التأني في اختيار المفردة. التأني في اختيار المفردة والابتعاد عن الفن الرخيص. هاي نصيحتي للعاملين في المجال الكوميدي. أريد ويا كامرتك اعتراف تعترف بي لأول مرة. هاي كلها اعترافات ما فادت. أريد اعتراف شخصي جدا تعترف بي لأول مرة. أعترف أمام الكاميرا من خلال البرنامج أنا أنه أني بسيط جدا ومسامح وما أعرف هاي الصفة سلبية أم إيجابية. وإنسان جدا. وإنساني جدا. أنا أريد منك تكتب لي هسه كلمة مثل كل ضيوفي اللي نوروني إن شاء الله واللي أفخر بيهم وأنت واحد من اللي أفخر بيهم وكل شعبنا يفخر بيهم. تفضل. إن شاء الله. كلمة تكتبها للبرنامج. إن شاء الله. شرف إلي وجودك اليوم. الله يسلمك حبيبي. أريد بعد ما تخلص تقرأ شنو اللي كتبته. أي نعم.
نتمنى انه الدراما العراقيه تزدهر وتقوم من هذه الوجعه اللي هي بيها، اكيد، وتزدهر بوجودك ووجود كل اسماء الرموز الفنيه اللي كانوا ضيوفي واللي ان شاء الله يكونوا ضيوف في الحلقات القادمه، لانه نجوم الدراما ونجوم الكوميديا الموجودين اليوم بالاجماع فعلا نجوم نفخر بيهم. و يعني ماكو فد منطق اسمه هذا نجم وهذا نجم وهذا نجم، الكل عندنا نجوم، الكل هم ابطال الدراما العراقيه ان كان على الصعيد الكوميديا او على الصعيد التراجيدي بصوره عامه. اكيد. احنا نمتلك خزين كبير من الفنانين، صح، في مجال التاليف والاخراج والمونتاج وكتابه، و لكن يعوزنا فقط انه الاستمراريه في الانتاج. صح، عندنا تاريخ مشرف، محتاجين انه تندفع عجله الانتاج، اكيد، حتى يبدع الفنان العراقي، حتى تزهر الدراما العراقيه، حتى يكون اسماء لامعه لكتابنا لمخرجينا لفنانينا، وعندنا طاقات شبابيه موجوده ما شاء الله عليهم. انا لو كنت متنفذ في يعني الدوله العراقيه لكان اعقد عقود كبيرة أطور بها الفن من خلال التعاقد مع هذه الشركات الكبرى. حتى بعد ماكو حجة، صح، لأن احنا نشوف هواية مصر وغيرها من الدول أو الأفلام هناك سبونسرات كبيرة جدا، لذلك اكو عملية استمرار، ونشجع المنتوج القطاع الخاص، ما نعتمد على الدولة فقط، صحيح، لأن الدولة تمر في أزمة. يعني هاي نصيحتي، هاي لك، ما اريد احكيها. شنو اللي كتبت؟ اي والله جديات. اريد ويا اسمك توقع لي. ان شاء الله اليوم قبل شهر؟ اليوم 7؟ بدون شهر نكتب واقع. اوكي. اقراها لك؟ اي اقراني. كاميرتي، كاميرا 3. محظوظ جدا ان اكون ضيف في برنامج غير تقليدي ومقدم مهم يعرف ادواتي جيدا في طريقه محاورتي لضيوفي، كل النجاح موفقي لك يا عزيزي مصطفى. يشرفني هذا كلامك. حبيبي اكيد، يعني ما اجامل. الله يخليك ويطول لي عمرك حبيبي، واتمنى لك دائما ابداع مستمر، وانت شلال من العطاء الانساني، وانت اهلا لان تكون صديق، وقد كلمه الصديق والثقه، وصدقني اللي يخسرك هو الخسران. والله نقول الحمد لله والشكر. الحمد لله، الحمد لله والشكر. احنا شعارك بالفن ونفسك هو عكس معدنك، صح، ترى الفن يعني، وخاصة اللقاءات والفن اللي تقدمه صار هو عنوانك يعني. بالضبط، يعني ما ممكن أكون مجرم وأقدم فن، مستحيل، ما ممكن، ما ترهم، صح، يعني فلذلك نقول الحمد لله والشكر. الآن إحنا صرنا في منطقة أو مهمة صعبة جدا، ليس الغرض من عندها قدم فن كوميدي وأخذ أجر وأروح، صح، لا، إحنا الآن علينا أن نترك إن شاء الله أرث كوميدي جيد من الأعمال الجيدة للأجيال الباقية، والدليل الآن حالة صحية عند الأطفال كلها بالآيباد يشوفون. أنا كلش سعيد جدا من أشوف عمر 3 سنوات وسنتين إلى رجل كبير بالسن يتابع أعمالي، صحيح. هذا أكبر دليل أنه رسالتي وصلت لكل الفئات. الحمد لله، والحمد لله. أنا راح أختم وبعدها أترك الختام لك وياك إن شاء الله. إحنا اليوم يا مشاهدين الكرام، حرية بدون حدود، ديمقراطية بدون قيود، شعارات تخدش طبلة الإذن مكتوبة على قطع أقمشة ممزقة. نهاية الكلام يا صديقي، كل الحكي ما عليه قمرق. تحياتي وتحيات كل الكادر لكل مشاهدي شاشة الرشيد الفضائية. الختام إلك، سؤال تسأل بي نفسك وتجاوب علي. أسأل نفسي وتجاوب علي. إحسان، أنت شو تريد؟ بس أريد أعرف. أنا أريد إن شاء الله بمشيئة الله سبحانه وتعالى أن أكمل دراستي وأحصل على شهادة الدكتوراه، وبالتالي أقدم فن جميل ونبيل، لأن هذه مسؤولية، مسؤولية أمام ناسي وأمام شعبي وأمام وطني. كل الحب لكم، كنا ضيف في برنامج مهم اسمه أنا. أشوفكم بخير. شكراً لك.